بعيد الكرة إلى زميله بوجبا بيلعبها يا رب من القائم إلى الشباك. هدف في هذه اللحظات، الإعادة من جديد، عيدها يا مخرج عيدها، تصويبة في مكان مستحيل، ترتد من القائم وتصل إلى المرمى. يبعد الكرة بعد هذا التدخل بول بوجبا. أوهو، أي إصرار في التقدم، كل هذه السيطرة، هذا التحكم، هذا الضغط، الفاعلية تأتي، سلام، الكرة تصل إلى المرمى، هدف يعكسون بهم. بول بوجبا، دقة في التمرير، شوف اللقطة، شوف اللعبة، الكرة اللي تخرج من قدمه واللي تعرف ضرب خط الدفاع من هيريرا. مارسيال أمام المرمى، ممكن تشكل خطورة. هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة، الأمور لم تنتهي، لكن الحكم لن يطلق صفرته ويحتسب الخطأ ويوجه الإنذار. مارك بارترا، يا الله، دورتموند يسيطر على الكلاسيكو، دورتموند يضرب بقوة، دورتموند يتقدم، دورتموند في الطريق إلى الفوز. الله على هذه القمة، الأسود هنا في كلاسيكو ألمانيا. صراحة ما تقدر تلوم اللاعب كثير على الهدف العكسي، حاول